السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا إلى جولة إخبارية وحلقة جديدة من برنامج الحدث لنتعرف من خلالها على أهم وآخر التطورات الميدانية، وذلك وكما عودناكم عبر شبكة مراسلين المنتشر على الأرض وعبر الناشطين الإعلاميين هناك. نبدأ معكم هذه الجولة ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى وإلى حما وآخر التطورات هناك، حيث تمكن الثوار من تحرير قريتي عطشان وأمحارتين وحاجزي العيساوي والطويل وحاجز مداجن الهلال والتلسكيك بريف حما. وفي الجبهات الأخرى دمر الثوار دبابة لقوات النظام على جبهة البويضة بصاروخ تاو وأخرى على جبهة المغير، واستهدفوا معاقل النظام في قرية المصاصنة بالمدفعية الثقيلة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا تيم اليوسف. أهلا بك تيم. تيم تسمعني؟ نعم نورس. نعم نعم تيم، الحديث لك عن أبرز الأحداث وآخر التطورات. نعم تفضل. نعم نورس، طبعا انتصارات كبيرة يحققها أو تحققها كتائب الثوار ممثلة طبعا بجيش الفتح سواء في الريف الشرقي وأيضا جيش النصر في ريف حماة الغرب، انتصارات كبيرة ومتتالية بعد تحرير مدينة مورك يوم البارحة. اليوم أيضا تم تحرير عدة نقاط استراتيجية ومهمة تقع طبعا إلى الشرق من مدينة مورك، منها عطشان، امحارتين، مداجن، النداف، مزرعة الحسن، حاجز العيسى، وجميع هذه المناطق في الريف الشرقي طبعا بالإضافة لتل سكيك تم تحريرها من قبل جيش الفتح. طبعا بالإضافة لذلك أيضا تم تحرير تل الصوران الواقع إلى الجهة الغربية من قرية معان الموالية لقوات النظام. هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة منيت بها قوات النظام خلال هذه المعارك العنيفة. أيضا جرى انسحاب من قبل قوات النظام باتجاه بلدة أو قرية معان الموالية للنظام، تتجمع فيها قوات النظام وتنسحب باتجاه هذه النقطة. طبعا عدة خسائر منيت بها قوات النظام بشرية، سواء كانت أكثر من 50 عنصر لقوات النظام تم قتلهم، بالنسبة للعتاد التي تم اغتنامها الآليات 3 دبابات، طبعا أسلحة كثيرة من رشاشات ثقيلة ورشاشات متوسطة، ذخائر كثيرة ومتنوعة تم اغتنامها من هذه المناطق. طبعا نورس فيما يخص أيضا القسم الغربي من ريف حماة، طبعا تواصل كتائب الثوار استهدافها لمعاقل قوات النظام. طبعا تم تدمير دبابة لقوات النظام بصاروخ تاو على جبهة المغير الواقعة إلى الجنوب من بلدة كفرنبودة، فيما تم أيضا تدمير دبابة أخرى لقوات النظام إلى الجنوب من مدينة اللطام، حيث تتمركز عفوا قوات النظام في حواجز مثلا المصاصنة وحواجز الزلاقيات والحواجز المجاورة. نعم. طبعا نورس الوضع الآن العام حاليا يبدو تقدم كبير وتنسيق بين كتائب الثوار من جيش فتح وجيش النصر باتجاه الوصول إلى الهدف المنشود وهو داخل مدينة حماة. طبعا يوم البارحة أيضا تمكنت كتائب الثوار، طبعا حاولت قوات النظام التقدم باتجاه حاجز التنابرة في الريف الغربي بعد تحريرها منذ يومين، ولكن كتائب الثوار تمكنت من صد هذا الهجوم، وأيضا كبدت قوات النظام خسائر مادية وبشرية كبيرة وردتهم على أعقابهم بإذن الله. نعم. نعم قبل أن نعود ونتحدث عن الانتصارات والتقدم، هل من غارات اليوم على ريف حماة؟ نعم بالتأكيد نورس، طبعا الغارات اليوم تتمركز على المحور الشرقي أو على ريف حماة الشرقي، هناك مناطق الاشتباكات تتركز فيها الغارات الجوية من قبل قوات النظام، بالإضافة لاستهداف هذه المناطق طبعا منذ الصباح الباكر بالقذائف أو الصواريخ العنقودية الآتية من الغرب، تحديدا من مناطق سهل الغاب، المناطق الموالية للنظام، تقوم بإطلاق الصواريخ من منصات الصواريخ في هذه الحواجز باتجاه الشرق، تحديدا باتجاه عطشان مثلا والمناطق التي تم تحريرها قريبا. نعم.
دعنا نعود إلى تل صوران، هذا التل الذي سيطر عليه الثوار والذي يطل على قرية معان الموالية للنظام. إذن هل أصبح الثوار يشرفون بالفعل على تلك القرية الموالية؟ نعم بالتأكيد، كما ذكرت نورس، تل صوران يقع إلى الغرب من بلدة أو قرية معان الموالية نعم. للنظام، والتي تعتبر مركز تجمع لقوات النظام. طبعا أصبحت كتائب الثوار تشرف بشكل كبير جدا ومتمركزة باتجاه هذه القرية الموالية للنظام، والتي أذاقت في فترات سابقة الكثير من الويلات والقصف لقوات، أو عفوا للمناطق المحررة، سواء في الريف الشرقي وغيرها من المناطق القريبة المجاورة، وحتى بعض المناطق في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. نعم، لفت انتباهي إلى تصريح قلته قبل قليل في سياق الحديث عن تنسيق بين جيش الفتح وجيش النصر للوصول إلى مدينة حماة وإلى المبتغى. إذن جيش الفتح وجيش النصر يعملان بتنسيق جيد وعلى جبهة واحدة إن صح التعبير، ولا يوجد أي تشتت بعد تشكيل جيش النصر. لا بالعكس نورس، طبعا هناك تنسيق كبير، فجيش النصر مثلا يعمل في الجهة الغربية من ريف حماة، تحديدا في مناطق مثلا كما تمكنت جيش النصر والعديد من الفصائل الأخرى، منها حركة أحرار الشام الإسلامية وفصائل أخرى، طبعا من تحرير في الفترة أو من يومين الماضيين، من تحرير مثلا قاعدة العثمان العسكرية الاستراتيجية المهمة. طبعا تعتبر هذه القاعدة أهم نقطة عسكرية النظام تقريبا في الريف الغربي، أيضا حاجز الشنابرة. جميع هذه المناطق تم تحريرها إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة. هناك أعمال عسكرية متواصلة في الريف الغربي، طبعا بعد تشكيل غرفة عمليات موحدة بين جيش النصر والعديد من الفصائل الأخرى، منها حركة أحرار الشام الإسلامي. هذا فيما يخص الريف الغربي. بالانتقال للريف الشرقي، أيضا نلاحظ تقدم كبير لجيش الفتح من تحرير اليوم عدة مناطق، منها عطشان وكما ذكرت تل صوران. أيضا لدينا جند الأقصى الذين تمكنوا يوم البارحة من السيطرة على وبسط سيطرتهم على كامل مدينة مورك. إذا هناك تنسيق كبير ومتوازي بين جميع الفصائل العاملة على الأرض في ريف حماة. دايما هناك أيضا استشهاد لقادة بارزين في الفصائل الثورية، هذا إن دل فيدل على أن القادة هم في الخطوط الأولى وأمام المقاتلين وليسوا في الخطوط الخلفية. نعم بالتأكيد نورس، يعني هذا تكريس لمبدأ أنه قادتنا شهداء، هذا دليل على صدق دعوتنا وصدق ثورتنا، فهذا يدل على هذا الأمر بالتأكيد. طبعا القادة هم دائما في الخطوط الأمامية وفي الخطوط الأولى، دائما تواجدون في الخطوط الأولى أمام جميع المقاتلين أو كتائب الثوار التي تتبعهم وفي مسيرهم أينما كان، كانوا راجين متمنين طبعا تحقيق الهدف المنشود وهو تحرير جميع المناطق الخاضعة تحت سيطرة نعم النظام. نعم تقبلهم الله هم وكل شهداء سوريا إن كان من المقاتلين أو المدنيين. طبعا إذا معركة حماة إن شاء الله مستمرة وانتصارات، والهدف إلى حماة المدينة إن شاء الله. تيم اليوسف مراسلنا من هناك حدثتنا، شكرا جزيلا لك. إذا تحرير نقاط مهمة، عطشان وأم حارتين وحاجز العيساوي وتل سكيك وتل صوران، هذا التل المهم الذي يطل على مدينة أو قرية معان الموالية. مقتل أكثر من 50 عنصر من قوات النظام واغتنام 3 دبابات وأسلحة وذخائر كثيرة. أيضا تنسيق بين جيش الفتح وجيش النصر إن كان في الشرق أو الجنوب بينها الجيشين، صد محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه حاجز الشنابر، غارات جوية وقصف على ريف حماة، واستشهاد قادة بارزين في الفصائل التي تقاتل هناك. إذن تلك كانت أبرز الأحداث من حماة حتى الساعة.
أعزائي المشاهدين دعونا ننتقل إلى حلب التي تشهد أيضا الكثير من التطورات، حيث أعلنت فصائل من الثوار وجبهة النصرة بدء المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في الريف الجنوبي الشهر الماضي، كما تمكنوا من السيطرة على تل المقبرة وتل السرو والمزارع المحيطة به، هذا وشن الطيران الروسي غارات على بلدة الحاضر والعيس وخان طومان تزامنا مع قصف مدفعي شديد على قرى الريف الجنوبي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد عبد الرحمن. أهلا بك أحمد. أهلا بك نورس. نعم، إذن أيضا انتصارات وتقدم ومقتل لقوات النظام، حدثنا عن التطورات والتفاصيل لديكم أحمد. نعم نورس، الحدث الأبرز في مدينة حلب وريفها اليوم هو إعلان المكتب الإعلامي لجبهة النصرة عن بدء المرحلة الثانية من معارك النصرة ضد قوات النظام ريف حلب الجنوبي، حيث سيطرت جبهة النصرة على تلة تينة خالد، وأيضا سيطرت على كتيبة الدبابات في ريف حلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام وجبهة النصرة. في الريف الجنوبي أيضا تمكن الثوار بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام من السيطرة على تلتي المقبرة والسرو، بالإضافة للمزارع القريبة من المنطقة، كما تمكن الثوار أيضا من فصائل عدة من صد عدة محاولات لقوات النظام في قرية العزيزية في الريف الجنوبي. في تلك الاشتباكات نورس دمر الثوار عدة مدرعات، كما دارت اشتباكات في الريف الجنوبي أيضا على محور خان طومان استهدف من خلالها الثوار قوات النظام بالمدافع والصواريخ، ودارت اشتباكات أيضا في منطقة الوضيحي. أما على صعيد القصف العنيف الذي تعرضت له مدينة حلب وريفها وخاصة الريف الجنوبي لمدينة حلب حيث تدور الاشتباكات الأعنف، فقد تعرضت عدة نقاط من الريف الجنوبي لقصف عنيف وغارات جوية بعشرات مرات، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي بلدات الزربة وخان طومان ومناطق أخرى، كما تعرضت مدينة حريتان وعندان في الريف الشمالي لمدينة حلب لقصف جوي من الطيران الروسي أيضا. وقبل قليل نورس استهدف الطيران الحربي مدينة الباب ولم ترد أنباء عن وجود إصابات هناك. أما عن الأوضاع في حلب المدينة، قد سجلت عدة إصابات في صفوف المدنيين فقط جراء استهداف قوات النظام لحي المشهد بالقذائف. نعم، إذن القصف مستمر. دعنا نعود إلى المعارك التي أعلنتها جبهة النصرة. هل جبهة النصرة الفصيل الوحيد الذي يقاتل؟ قلت بأن جبهة النصرة حررت، أم هناك فصائل ثورية أخرى تقاتل إلى جانب جبهة النصرة؟ أما نورس، الاشتباكات التي تدور في جنوب مدينة حلب تشارك بها جميع الفصائل من أحرار الشام وجبهة النصرة، بالإضافة لعدد كبير من ألوية وكتائب الجيش الحر. لكن البارحة أعلنت جبهة النصرة بدء المرحلة الثانية، حيث قامت جبهة النصرة بحشد قوات كبيرة إلى الريف الجنوبي، ولكن كما ذكرت لك هناك عدد كبير من كتائب الجيش الحر وأحرار الشام أيضا وفصائل أخرى تشارك في عمليات الريف الجنوبي. نعم أحمد، بدأت المعارك بعد تقدم لقوات النظام، توقف الآن وبدأ الثوار وجبهة النصرة بالتقدم. طريق أثريا خناصر، هذا الطريق الذي استعاده النظام، طريق الإمداد، هل سيؤثر سلبا على تلك المعارك؟ طبعا نورس، إن استعادة قوات النظام حسب زعمها لطريق أثريا خناصر هو سيؤثر سلبا، حيث كان أثناء انقطاع هذا الطريق الذي يعتبر الشريان الوحيد لمدينة حلب، كان يخفف قليلا عن ضغط المعارك في الريف الجنوبي لمدينة حلب، ولكن الصفحات الموالية لتنظيم الدولة نورس حتى الآن لم تؤكد بأن طريق ثريا ناصر مفتوح كما أعلنت الصفحات المؤيدة للنظام. وأيضا النظام في بعض صفحاته نورس يقول بأن هناك لا تزال بعض المشاكل على طريق إثريا خناصر، وهناك ويمنع المدنيين من دخول هذا الطريق. إذن نستطيع أن نقول بأن خبر استعادة الطريق ليس مؤكد 100%، ونحن تعودنا طبعا على كذب إعلام النظام الذي قال بأنه سيفتح أمام المدنيين والبضائع خلال يومين. إذن لا يوجد تأكيد لسيطرة النظام على ذلك الطريق.
نعم نورس، حتى الآن الأنباء متضاربة حول افتتاح قوات النظام لطريق الثري خناصر. وأود نورس أن أذكر بالأوضاع الإنسانية نعم في مدينة حلب وريفها، وأهم شيء على صعيد الأوضاع الإنسانية هو استمرار نزوح آلاف المدنيين من قرى الريف الجنوبي، حيث تدور الاشتباكات هناك. ينزح أولئك إلى مناطق متفرقة ويتواجدون بكثرة في العراء وتحت الأشجار. وطبعا هذا الأمر نورس يزداد سوءا مع قدوم فصل الشتاء. ومن الملاحظ نورس أن نعم أغلب المنظمات الإنسانية لم تقم بإجراء جدي فعلي في هذا الخصوص، حيث لم تقدم أي منظمة الخيام للنازحين من قرى الريف الجنوبي. اقتصرت مساعدات تلك المنظمات على بعض السلع الغذائية كما علمنا من أولئك النازحين المتواجدين في العراء كما ذكرت لك، والأراضي الزراعية. إذن وضع صعب للنازحين، ولا يوجد أي مساعدات تؤمن أدنى مقومات الحياة. أحمد عبد الرحمن مراسلنا من حلب حدثنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن جبهة النصرة، المكتب الإعلامي جبهة النصرة يعلن بدء المرحلة الثانية من معركة تحرير حلب وسيطرة جبهة النصرة على تلة خالد وكتيبة الدبابات والسيطرة على تلتي المغير والسرو، صد محاولة تقدم لقوات النظام في قرية العزيزية، غارات جوية على الزربة وخان طومان وحريتان وعندان، غارات جوية على مدينة الباب، ولكن لا يوجد أي تفاصيل كون تلك المدينة يسيطر عليها تنظيم الدولة. أيضا استمرار حركة النزوح من قرى ريف حلب الجنوبي إلى المناطق الأكثر أمانا، وحالة مزرية لهؤلاء النازحين بسبب قلة المواد الغذائية ودخول فصل الشتاء. أيضا نناشد المنظمات الإغاثية التوجه إلى تلك المناطق وتقديم العون والمساعدة لهم. إذا تلك كانت أبرز الأحداث من حلب، فاصل ونعود لاستكمال هذه الجولة. أهلا بكم وإلى دمشق وآخر التطورات. فقد قتل وجرح العديد من عناصر النظام في محيط حي جوبر بدمشق إثر هجوم لمقاتلي فيلق الرحمن على نقاط ومواقع على أطراف الحي. وفي دمشق المدينة تصدت الثوار لمحاولة قوات النظام التقدم في مدينة دارية، في حين صعدت قوات النظام من قصفها على المدينة بالبراميل المتفجرة وبالغازات السامة. من ناحية ثانية أحبط الثوار محاولة عناصر النظام التسلل من محور أوتوستراد السلام في خان الشيح، وأرغموهم على التراجع بعد اشتباكات دارت بين الطرفين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا قيس القاضي. أهلا بك قيس. أهلا بك نورس. نعم قيس، إذن أحداث متسارعة البارحة واليوم في دمشق الريف والمدينة، حدثنا عنها. أجل نوراس، حقيقة أود البدء من منطقة المرج، حيث شهدنا اليوم محاولات عديدة لقوات النظام بالتقدم واقتحام هذه البلدات من عدة محاور. شهدنا اليوم التقدم من منطقة أركابية قوات النظام تصدت لها عناصر فيلق الرحمن، طبعا لم تتمكن كتائب الثوار من التقدم في هذا المحور. ايضا في بلدتين اخرى في مدينه البرج، في مدينه المرج شهدنا اليوم تكثيفا جدا على محور القريه الشاميه، ايضا هذه القريه حاولت كتائب الثوار قوات النظام التقدم من هذا المحور، ولكن تصدت لها كتائب الثوار كبدتهم الكثير من الخسائر. طبعا قوات النظام قامت بهذه العمليات بغطاء جوي، طبعا نفذت على مدن وبلدات المرج ما يزيد عن 15 غارة جوية بالصواريخ العنقودية. طبعا الدمار هائل جدا في مدينة في مناطق المرج، حتى هذه اللحظة لم تتمكن قوات النظام من التقدم إلى أي نقطة وأخذ أي مبنى في معظم مدن وبلدات المرج. طبعا هذا الوضع العسكري في منطقة المرج، والانتقال إلى حي جوبر الدمشقي. اليوم شهدنا تقدم من قبل كتائب الثوار على هذا في هذا الحي. طبعا التقدم حدث من محور طيبة ومن محور المناشير، طبعا حتى هذه اللحظة الاشتباكات
دائرة في أطراف حي جوبر الدمشقي، أحرزت كتائب الثوار تقدم ملحوظ في هذا الحي، تمكنت من قتل عدد من قوات النظام وأخذ المباني التي كانت تتحصن بها من محور طيبة. طبعا النظام كثف من حملاته أو ودى التقدم من محور كراش. أيضا كتائب فيلق الرحمن تصدت له ولتلك المحاولات وأرغمته على التراجع من هذا المحور بعدما كان مستقيما عدة أسرع عسكرية للتقدم من هذا المحور، وأخذ ما سيطرت عليه كتائب الثوار في هذه الفترة. نعم أجل نورت، حقيقة كيس. هذا عن الوضع العسكري في الغوطة نعم الشرقية نعم قوات الانتقال. نعم أجل تفضل نورت. تفضل تفضل قيس أسمعك. نعم نورت، حقيقة أود الانتقال إلى الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية. اليوم شهدنا قصف بصواريخ الأرض على مدينة عين ترمة، شهدت هذه المدينة صاروخ حتى هذه اللحظة، إضافة إلى قصف عنيف من مدفعية النظام الثقيلة المتمركز على المتحالف الجنوبي. طبعا شهدنا أيضا عدة غارات جوية على هذه المدينة، وقع هناك عدد من الجرحى، لم ترد أنباء عن سقوط شهداء في هذا الاستهداف. أيضا بالانتقال إلى مدينة زبدين، أيضا شهدت 3 صواريخ طبعا ترافق ذلك مع غطاء جوي روسي. طبعا استهلكت هذه المدينه باكثر من 3 غارات جويه بالصواريخ العنقوديه واضافه للصواريخ الفراغيه. طبعا ايضا مدينه حربين شهدت اليوم تكثيف نار عنيف على جبهتها، اضافه الى غطاء جوي. ايضا اليوم شهدنا ما يقارب 5 غارات جويه على هذه المدينه بالقرب من الاسواق الشعبيه. طبعا قوات النظام تستهدف في هذه الفتره الاسواق الشعبيه بشكل مكثف، مما ادى الى اغلاق اغلب هذه الاسواق خوفا من الاستهداف الذي بات يستهدف جميع الاسواق في الغوطه الشرقيه. مدينة دوما اليوم كان لها نصيب كافي من الطيران الروسي، اليوم شهدت ما يقارب 6 غارات جوية وشهدت ما يقارب 10 صواريخ طبعا من العيار الثقيل. شهدنا اليوم قصف بالصواريخ الفراغية والعنقودية على مدينة دوما بالقرب من السوق الشعبي الرئيسي في هذه المدينة. شهدنا استهداف بسوق الغنم أيضا في مدينة دوما، هناك جرحى ولكن لم يسقط إلى الآن أي شهداء بسبب هذا الاستهداف. نعم الحمد لله. نعم قيس، هناك أيضا غارات جوية في القلمون، حدثنا عنها. قيس تسمعني؟ قيس نعم، غارات جوية في القلمون أيضا، ما هو الوضع على الغارات وهل من جديد التطور على تلك الجبهات؟ لا حقيقة القصف ما زال مستمرا على منطقة القلمون الشرقي. طبعا شهدنا تكثيف على هذه المنطقة، إضافة إلى منطقة البتراء اليوم شهدت تقدم لقوات النظام، ولكن كتائب الثوار العاملة في المنطقة تصدت لتلك المحاولة. طبعا شهدت مدينة البتراء هذه المنطقة التي شهدت الكثير من الغارات الجوية، اليوم شهدنا فقط ما يقارب 10 غارات جوية على هذه المدينة ترافقت مع محاولة لقوات النظام التقدم. لم تستطع قوات النظام أخذ أي نقطة من كتائب الثوار، ولا تزال الاشتباكات جارية حتى هذه اللحظة. إذن محاولة تبيب بالفشل لقوات النظام للتقدم على عدة محاور والقصف المعتاد الأحداث الأبرز هناك. قيس القاضي مراسلنا من دمشق، حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. محاولات لقوات النظام التقدم في منطقة المرج والثوار يتصدون لهم أيضا، أكثر من 15 غارة جوية على تلك المناطق. تقدم للثوار بحي جوبر الدمشقي على محوري طيبة والمناشر، ويتمكن من قتل العديد من عناصر النظام. محاولة تقدم لقوات النظام من محور كراش والثوار يتصدون لهم،
قصف بصواريخ أرض على عين ترما وقصف على معظمية الشام تسبب بسقوط جرحى هناك، غارة جوية على زبدين قصف على مدينة عربين بالقرب من الأسواق الشعبية، 6 غارات جوية على مدينة دوبا بالقرب من سوقها الشعبي الرئيسي سقوط جرحى جراء تلك الغارات، وقصف على القلمون والبتراء، محاولة تقدم لقوات النظام من محور البتراء والثوار يتصدون لهم هناك. إذا تلك كانت الأحداث الأبرز من دمشق حتى الساعة. دعونا ننتقل إلى إدلب ونتعرف على آخر التطورات هناك. فقد شن الطيران الروسي غارات على مدينة خان شيخون، كما طال القصف قرى السكيك والتمانعة وإبلين وكذلك السجن المركزي في المدينة. وفي بلدة كورين لقي طفل مصرعه جراء انفجار قنبلة من مخلفات قوات النظام. وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا حسين الزيدي. أهلا بك حسين. أمريكا نوراس. نعم، حدثنا عن التطورات لديكم في إدلب. نعم نورس، مع ازدياد حدة المعارك في ريف حماة الشمالي، طبعا هذا الأمر ينعكس سلبا على أهالي ريف إدلب، لأن الطيران دائما عندما يخسر نقاط في أماكن معينة ينتقم من المدنيين بقصفه العديد من المناطق كمناطق ريف إدلب الجنوبي المتاخمة للمعارك. منذ الصباح كان هناك تحليق للطيران الروسي، حيث تقوم الطائرات بالتحليق على في أماكن أو في مناطق ريف إدلب الجنوبي لتقوم بقصف ريف حماة الشمالي، لأن الطائرات طبعا الروسية تقصف الأماكن المستهدفة من على مسافات بعيدة تبلغ حوالي 15 أو 20 كيلومتر. كان هناك غارات من الطيران الحربي وقذائف مدفعية يوميا يتم استهدافها مدينة خان شيخون بالقذائف المدفعية وغارات الطيران الروسي لقربها من مناطق الاشتباك في ريف حماة الشمالي، ويوميا يسقط العديد من الجرحى والقتلى. أيضا كان هناك غارات استهدفت بلدة التمانعة المتاخمة أيضا لمناطق الاشتباك في ريف حماة الشمالي، مثلها مثل قرية أسكيك أيضا التي نالت نصيبها بالقصف بالعديد من الغارات الجوية. أيضا كان هناك العديد من القذائف المدفعية طالت جبال شحشب، وصباح اليوم لم تسفر عن وقوع أي إصابات في المنطقة. نعم، دعنا نعود إلى المناطق المشمولة في الهدنة التي استهدفها الطيران الروسي. هل من استهداف جديد لتلك المناطق؟ وهل الثوار عاودوا استهداف كفريا والفوعة؟ أم نستطيع أن نقول بأن الهدنة قد استمرت بالفعل بعد تلك الغارات؟ نورث، في اليومين الماضيين شهدنا خرقا لقوات النظام بقصفها قرى رام حمدان وبلدة تفتناز بأكثر من غارة. تم استهداف هذه القرى المذكورة، جيش الفتح بدوره قام بالرد لأنه مرابط ومتأهب لأي خرق جديد من قبل قوات النظام. بعد اختراق هذا الاختراق الذي حصل في اليومين الماضيين، قام جيش الفتح بأرد على هذا الاختراق وقف قريتي كفريا والفوعة بالعديد من القذائف، لكن لم تكن بشدة طبعا لأن معظم الثوار ومعظم الأسلحة الثقيلة كانت متواجدة في ريف حماة الشمالي في المعارك الدائرة هناك، لكن هذا الخرق تم الرد عليه من قبل جيش الفتح، وتوعد جيش الفتح بأنه سيقوم بالرد في كل خرق يقوم النظام بخرقه في تلك المنطقة. إذا نستطيع أن نقول بأن الهدنة مستمرة ولا يوجد خروقات جديدة من قبل قوات النظام أو القوات الروسية هناك؟ نعم، ما تزال الهدنة مستمرة ولم يتم تحقيق أي شروط جديدة من البنود المتفق عليها سوى إدخال المواد الغذائية. الوضع هادئ نوعا ما اليوم في المنطقة بعد الاستهداف الذي حصل في اليومين الماضيين. نعم، الوضع الإنساني وأوضاع النازحين حدثنا عنها حسين. طبعا الوضع الإنساني مع بداية دخول فصل الشتاء، يعاني الأهالي من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية بمختلفة، طبعا لارتباط هذه الأسعار بأسعار الدولار التي وصلت في المناطق المحررة لحوالي 400 ليرة سورية. طبعا والتجار لهم دور، تجار الدماء الذين يتاجرون في المواد الغذائية، يتاجرون في قوت الشعب في المناطق المحررة. أوضاع النازحين، معظم النازحين بعد الأمطار الكثيفة التي
أغرقتهم تحت الأشجار، والوضع الإنساني السيء، قاموا بالنزوح إلى المناطق الحدودية. طبعا الهيئات أو المنظمات الإغاثية والمجالس المحلية قامت بدورها بواجبها تجاه هؤلاء النازحين، لكن الأعداد الكبيرة للنازحين فاقت قدرة استيعابها المنظمات والمجالس المحلية، وما تزال المجالس والمنظمات تناشد لسد عوز هؤلاء الناس في فصل الشتاء. نعم حسين الزيدي مراسلنا من إدلب حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذا بسبب معارك ريف حماة الشمالي المشتعلة قصف على ريف إدلب الجنوبي، غارات على خان شيخون وسقوط جرحى جراء تلك الغارات، غارات أيضا على بلدة التمانع والسكيك، قصف مدفعي على جبال شحشبو، ارتفاع بأسعار المواد الغذائية والمحروقات بسبب هبوط الليرة السورية وجشع التجار، وضع صعب بالنسبة للنازحين بسبب هطول الأمطار، وأيضا نتمنى من المنظمات الإغاثية الدولية أو الخاصة التوجه لمساعدة هؤلاء النازحين. إذا تلك كانت أبرز الأحداث من إدلب حتى الساعة. إلى حمص وآخر التطورات هناك، حيث ألقت مروحيات النظام براميلها على بلدة مهين في الريف، ما أدى إلى استشهاد 2 من المدنيين وإصابة آخرين. كما قصف الطيران الروسي منطقة الحولة، بينما دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في منطقة الدوا. من جهة أخرى، قصفت قوات النظام حي الوعر المحاصر في مدينة حمص وبلدة الدار الكبيرة بقذائف الهاون، فيما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على قرية الغاصبية. وللمزيد ينضم إلينا من هناك مراسلنا أنس أبو عدنان. أهلا بك أنس. أهلا بك نورس. نعم، الحديث لك عن التطورات وأبرز الأحداث. نعم نورس، لا يزال الريف الشرقي الجنوبي في مدينة حمص يتعرض للقصف بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتفجرة من الطيران الحربي الروسي، الطيران السوري والطيران المروحي، التي تستهدف المنازل السكنية والتجمعات المدنيين في كل من مدينة تدمر وبلدة مهين والقريتين وحوارين، حيث قام الطيران الحربي الروسي منذ الصباح الباكر بشن أكثر من 18 غارة جوية التي استهدفت تلك المناطق. متابعة سياسة الأرض المحروقة، فلم يهدأ الطيران عن قصف بلدات مهين وحوارين والقريتين ومهين وتدمر بالصواريخ الفراغية والعنقودية، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء من المدنيين وسقوط عشرات الجرحى ودمار هائل في المنازل السكنية والممتلكات العامة. تركز القصف على المساجد والمدارس أيضا والقلعة الأثرية في مدينة تدمر، كما وقام الطيران الحربي والطيران المروحي باستهداف طريق صدد مهين بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة دون أي إصابات. قوات النظام والطيران الروسي تستهدف المنازل السكنية والتجمعات المدنيين، ولا تستهدف نقاط التنظيم في ريف حمص الشرقي الجنوبي. من جهته فقد جرت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام في الريف الغربي لمدينة تدمر، وبالتحديد في منطقة الدواء الزراعية التي سيطر عليها التنظيم في مطلع الشهر 9 من هذا العام. في ظل الغارات الجوية التي استهدفت نقاط التنظيم، وقد وصلت تعزيزات جديدة لقوات النظام إلى منطقة الدواء الزراعية، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين لمدة طويلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وقد قام تنظيم الدولة باستهداف نقاط قوات النظام بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف قوات النظام. كما وجرت اشتباكات أيضا بين التنظيم وقوات النظام في محيط بلدة صدد من الجهة الشرقية، وخاصة على تلال الحزم وتل السني القريبة من بلدة مهين، وقد استخدم الطرفين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون أي تقدم للطرفين، وقد سقط عدد قتلى وجرحى في صفوف التنظيم وقوات النظام جراء تلك الاشتباكات. أما بالنسبة للمدنيين في الريف الشرقي الجنوبي لمدينة حمص، فقد نزحت بشكل شبه كامل إلى مناطق متفرقة في سوريا وسط مضايقات من حواجز قوات النظام وإيقافهم على تلك الحواجز وتفتيش أمتعتهم. أما في الريف الشمالي مدينة حمص وحي الوعر، فقد تعرضت مدينة تلبيسة وحي الوعر وقرية السنة الأسود وتير معلى وبلدة الدار الكبيرة للقصف المدافع الثقيلة والرشاشات الشلكة والأسطوانات المتفجرة التي استهدفت المنازل المدنيين السكنية بشكل مباشر
دون أي إصابات. وقد جرت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهات جوالك وسنيسل والكم شرق قرية ترمالة والفرقة 26، وقد تمكن الثوار من نسف إحدى المنازل التي تتحصن فيها قوات النظام على جبهة الكم، ما أدى إلى سقوط عدة قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام. نعم، إذن الاشتباكات، دعنا نتحدث عن الاشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام ثم نعود لاشتباكات الثوار مع قوات النظام. إذن هناك قتلى من الطرفين جراء تلك الاشتباكات، ألا يوجد أي تقدم؟ قوات النظام هل تحاول استعادة تمهين أم هي في موقف الدفاع عن صوران وتخشى تقدم التنظيم إليها؟ بالضبط نورسية، في موقف الدفاع عن بلدة صدد التي تحوي على الطائفة المسيحية، ولا ينوي قوات النظام التقدم أو استرجاع بلدة مهين من تنظيم الدولة، وإنما الاشتباكات تجري في محيط قرية في محيط بلدة صدد من الجهة الشرقية التي تبعد 6 كيلومتر فقط عن بلدة صدد. إذن النظام في وضع دفاعي. ماذا عن، دعنا ننتقل إلى حقل شاعر والاشتباكات هناك، ألا يوجد محاولات من قبل تنظيم الدولة التقدم إلى حقل شاعر أو حتى إلى مطار التيفور؟ نعم نورس، هدأت حدث الاشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام على جبهة مطار التيفور وجزء شاعر وحقول شاعر. نعم. وإنما تجري اشتباكات هي متقطعة ومجرد مناوشات من بعيد، ولا يوجد أي تقدم لتنظيم الدولة أو لقوات النظام في تلك الحقول النفطية، وإنما الاشتباكات تتركز الآن في محيط الصدد والدول الزراعية في مدينة تدمر. نعم، إذن اشتباكات أيضا بين الثوار وقوات النظام على جبهات جويرك وسنيسل والكم والفرقة 26، هل من تقدم لأحد الطرفين أم هي عبارة عن مناوشات فقط أنس؟ أيضا نورسية عبارة عن مناوشات، وإنما هي اشتباكات بعيدة المدى بين الثوار وقوات النظام، وتتركز الاشتباكات خاصة على جوالك وسنيسل والكم والفرقة 26 المجاورة لقرية تيرمالا. نعم، الوعر، حي الوعر المحاصر، حدثنا عن الأوضاع هناك، وهل من تطورات، هل من جديد أنس؟ أم لا يزال الوضع على ما هو عليه؟ لا يوجد أي جديد نورس، إنما قوات النظام تقوم بقصف المنازل المدنية التي تحوي على السكان العزل، على المدنيين العزل في حي الوعر المحاصر. نعم. حيث قامت قوات النظام باستهداف الحي برشقات مكثفة من رشاشات الشلكة ومدافع الهواء 120 التي استهدفت منازل المدنيين دون أي إصابات. نعم، أنس أبو عدنان مراسلنا من حمص حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن قصف من الطيران على تدمر ومهين والقريتين وحوارين، أكثر من 18 غارة جوية عليها تتسبب بارتقاء 3 شهداء وعشرات الجرحى من المدنيين والاستهداف على المدنيين، ولا يوجد أي استهداف لنقاط تنظيم الدولة. اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات نظام في منطقة الدوة وتعزيزات لقوات النظام، اشتباكات بالقرب من قرية مهين، نزوح للأهالي بسبب ضراوة المعارك هناك ومضايقات من قبل حواجز النظام وتفتيش مهين للنازحين ولأمتعتهم، قصف على تلبيسة وحي الوعر وتيرم على اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهات جوالك وسنيسل والكم والفرقة 26. إذن تلك كانت أبرز الأحداث من حمص حتى الساعة، طبعا ننوه بأن لا يوجد أي تغيير على وضع حي الوعر المحاصر، ولا يزال محاصر حتى الآن، والنقص هو سيد الموقف. طبعا تلك أبرز الأحداث من حمص، ومن حمص نصل معكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية جولتنا الإخبارية هذه ضمن برنامج الحدث. لكم تحيات فريق العمل وتحيات محدثكم نورس العرفي، وأترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.